نصائح تهمكم. نصائح تهمكم. مستمعينا، تعمد بعض الشركات إلى تخصيص أيام محددة للاجتماع خارج مكاتبها لتعزيز تعاون الفريق وإبداعه، وقد تكون طريقة مذهلة لريادي الأعمال كي يخرجوا من البوتقة التي يحصرون أنفسهم فيها. بعض الأسباب تجعل الموظفين يتطلعون إلى مثل هذه اللقاءات الخارجية: تداول المسؤوليات في جدول الأعمال. تقتضي ثقافة العمل اليوم اتباع أسلوب قيادي تعاوني، حيث تتغير الأدوار والمسؤوليات وتتطور بدلا من بقائها ثابتة وغير متغيرة. اللقاءات الخارجية تعد مناسبة ومثالية لتطبيق هذا الأسلوب، إذ يتاح للموظفين ضمن المستويات الأولى فرصة لتجربة القيادة ليوم كامل. علاوة على ذلك، تتاح الفرصة لرئيس الشركة اختيار أساليب جديدة لقيادة موظفي وكيفية استجابتهم لها. قياس الأثر. تنتهي اللقاءات الخارجية بمشكلة واحدة تطرأ عند العودة إلى المكتب ونسيان أمرها، ثم المضي قدما في العمل كما كان عليه في السابق. لكن كيف نعلم أن اللقاء كان مؤثرا على النحو المطلوب؟ سنتعرف إلى ذلك بعد عمل الفحص المؤسسي قبل اللقاء وعند الانتهاء منه. ويمكن إجراء هذا الفحص مستمعينا من خلال استبيان يجيب عنه الموظف، مكون مثلا من 20 سؤالا متعلقا بالأهداف وطبيعة المشكلات وغيرها. كما تشير نتائج الاستبيان إلى وجهات نظر الموظفين الذين يرغبون بالحصول عليها. التفكير بما تعلمته. وجدت إحدى الدراسات أن الرابط بين التعلم عبر التفكير وبين الأداء الأفضل يمكن تفسيره من خلال إجراء تقييم شخصي لقدرة الشخص على ترتيب المهام وتنفيذ الأهداف الموضوعية، أو عفوا الأهداف الموضوعة. ومعنى هذا أننا لا نتعلم من خلال التجربة بشكل مجرد، بل من خلال التجربة المنظمة على نحو أدق. أخيراً، خطط الوقت. لدى شركة جوجل مستمعينا ما يسمى بقاعدة 20% من الوقت. هذه القاعدة تتيح للموظفين استخدام 5 الوقت المخصص للعمل بحرية. وتعلم جوجل المصنفة على أنها الأفضل في أمريكا من حيث بيئة العمل أن الوقت الحر يعزز الإبداع. وقد وجدت إحدى الدراسات أيضا أن 51% من عينة الدراسة اعتقدوا بضرورة توافر وقت حر في العمل لتعزيز الإبداع. وعلى هذا النحو ينبغي تخصيص جزء من أوقات هذه اللقاءات الخارجية لمنح الموظفين وقتا حرا، مما قد يدعم لديهم عنصر الابتكار وتوليد أفكار جديدة. نتمنى بالفعل أن يكون نهاركم إن شاء الله ممتلئ بهذه البيئة الصحية، يعني في العمل، كلقاءات خارجية، كتوليد أفكار إبداعية، إيجاد عناصر ابتكار وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تؤمن لنا أجواء عملية حيوية جدا، خصوصا إذا كان الموظف يعمل بشكل روتيني وبشكل يومي، يعني يؤدي نفس العمل، ستنخفض لديه يعني مستويات الإبداع والابتكار، لأنه يواجه يوميا نفس المواضيع أو نفس المشكلات. لكن من الجيد كسر هذه الأمور عبر اللقاءات الخارجية، مثل طبعا ما ذكرنا عبر هذه الدراسة في نصائح تهمكم.